مباراه سياسيه من عيار ثقيل خناقه بين اثنين من اركان النظام في تركيا وزير الداخليه ورئيس بلديه اسطنبول اكرم امام اوغلو ما جرى بين اكرم امام اوغلو وسويلو وزير الداخليه التركي امر لا يمكن انه يمر مرور الكرام تعالوا نشوف ماذا جرى ...akram أكرم إمام أغلو وبين صويل وزير الداخلية التركي في هذا الفيديو Avrupa parlamentosuna gidip Türkiye'yi şikayet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Bu iş o kadar bedava değil. Bir de söylene bakarım, adama bakarım, adam mı diye derim. Yani önce bunu söyleyeyim, üzücü. Biraz أه 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 دي أه <applause> آه بيقول له اللي انت تطلع تتكلم على تركيا برا تركيا فانت هتدفع الحساب غالي ده وزير الداخليه بصوا الحته دي بيقول له انت تطلع تتكلم على تركيا برا وده رئيس بلديه منتخب وتحدى اردوغان ونجح مرتين بيقول له انت تطلع في الاتحاد الاوروبي في ستراسبورج تشتكي من نظام الحكم في تركيا هتدفع الثمن غالي ده مين اللي بيقول وزير الداخليه بيقول لاكرم امام تخيلوا احنا عندنا كم واحد بيشتكي مصر بره كم واحد لو طلع وزير الداخليه اللي هو محمود توفيق قال لواحد لو من هؤلاء هتدفع الثمن اتفرجوا اللي هيحصل فينا ايه